يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه التي خلعت منه هي جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن أبي؟ نعم، هي جميلة بنت عبد الله بن أبي. نعم. يقول ثابت بن قيس هو الذي وردت قصته في سبب نزول سورة الحجرات؟ نعم، هو وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. شاعر الرسول هو حسان، وخطيبه هو ثابت بن قيس. نعم، واستشهد في وقعة اليمامة. نعم.